اهلا. موضوع كبير. ايه رايك بالمفاجأة دي؟ وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سابقاها، وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الازياء والموضة في التلفزيون. النهارده لأول مرة هكون معاكم على الهواء، والبرنامج بتاعنا بيتكلم عن كل حاجة حلوة في حياتي. أنا جوايا مشاعر ليك حلوة أوي. كلامك ده باين لي حاجات كتير أوي، إن اللي بيني وبينك بزنس وبس. انت اناني قوي. ما عايز اعيش حياتي، عايز اتجوز الراجل اللي بحبه، عايز احس بالامان. أجمل حاجة في الدنيا إنك تلاقي راجل بيحبك بجد. بس يا طير،